مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم. يوم غد الأحد أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، تخف سرعة الرياح في المناطق الشرقية وأيضا الوسطى ويخف الغبار تدريجيا، لكن هناك حالة من عدم الاستقرار في المناطق الجنوبية الغربية والغربية من المملكة تؤدي إلى سقوط زخات رعدية من المطر. وبوجه عام الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية العظمى 40 والصغرى 26، المناطق الغربية معدل عظمى 38 ومعدل الصغرى 31، أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رعدية من المطر قد تصل إلى منطقة المدينة المنورة. والمناطق الجنوبية الغربية جازان وعسير، أجواء غائمة جزئية وتسقط زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانا. المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء حارة 43-34، والمنطقة الشمالية الشرقية العظمى 41 والصغرى 29، والمنطقة الشرقية العظمى 42 والصغرى 30 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء الحارة، المناطق الشمالية الغربية 40-27، المناطق الغربية أجواء غائمة جزئيا وحارة، احتمال سقوط بعض الأمطار أحيانا 38-31، المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية قد تكون غزيرة أحيانا 26-18، ومنطقة الرياض والوسطى أجواء حارة مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، والعظمى 44 والصغرى 34، المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة 41-29، والمنطقة الشرقية أجواء حارة مع ظهور السحب المتوسطة والعالية، والعظمى 42 والصغرى 31 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أجواء حارة في معظم المناطق، المناطق الشمالية الغربية أجواء غائمة جزئيا، احتمال سقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا، العظمى 41 والصغرى 28، المناطق الغربية أجواء غائمة جزئيا وحارة، أيضا هناك احتمال لسقوط أمطار متفرقة لفترات محدودة 37-31، والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر على فترات، والعظمى المتوقعة 26 والصغرى 17، الرياض أجواء حارة العظمى 43 والصغرى 35، والمنطقة الشمالية الغربية أجواء حارة 42-30، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 44-33 درجة مع ظهور بعض السحب. يوم الأربعاء أيضا ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء حارة المناطق الشمالية الغربية 42-28، المناطق الغربية أجواء غائمة جزئية 37-32، والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 25-18، ومنطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة وغائمة جزئيا 44-35، المنطقة الشمالية الشرقية أجواء شديدة الحرارة 44-30، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 43-32 مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة واحتمال سقوط بعض الأمطار المتفرقة. يوم الخميس أيضا أجواء حارة بشكل عام، المنطقة الشمالية الغربية 43-30، المنطقة الغربية 37-32 مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة، والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 23-17، ومنطقة الرياض أجواء حارة 43-34، المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية ظهور بعض السحب مع أجواء حارة، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الشرقية 44-32،
ومنطقة المنطقة الشرقية 40-32، ويوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية، المناطق الشمالية الغربية 42-28، المنطقة الغربية أجواء غائمة جزئيا 37-31، والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية 22-15، الرياض أجواء حارة مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة 44-32، والمنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة 44-32، والمنطقة الشرقية 40-33 درجة مئوية. مشاهدينا، نتمنى للجميع أوقات سعيدة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.